هذا يسأل يقول أنه جاي من ليبيا وناوي يعتمر عن نفسه وعن والده، أدى العمرة عن نفسه الآن يريد يعتمر عن والده، منين يحرم؟ يخرج إلى التنعيم ويحرم، أو إلى أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة، المهم أنه يخرج خارج الحرم ويحرم، ما يحرم بالعمرة من الحرم، لابد يكون من خارج الحرم، لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تحرم بالعمرة وهي في مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها الرحمن إلى التنعيم تحرم منه. نعم.